ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البعض من الناس يقول ما الذي أدخل السمع والبصر في الفؤاد؟ يعني الفؤاد القلب، ما الذي أدخل السمع والبصر في الفؤاد؟ لأن السمع والبصر نوافذ، أبواب تصب على القلب، فإن صبت على القلب ما يحبه الله ويرضاه فأبشر، يزداد الإيمان وتنمو شجرة الإيمان. الله أكبر. لكن إذا صارت السمع والبصر يصبان على القلب ما هب ودب، كيف تكون أحوال القلب؟ أحوال القلب أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب ألا نبحث عما يصلح قلوبنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبتعد عما يفسد القلوب؟ اللهم أصلح قلوبنا.